السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نبدأ نرسم بعض الرسومات البسيطة، زي مثلا ان انا ارسم سمارت لاين، او ان انا ارسم لاين، او ان انا ارسم دايرة او ريكتانجل. طيب انا اقول له سمارت لاين اهوت، وابدأ ارسم زي ما انا عايز اهوت. طيب عايز اعملها مثلا في النص هنا. طيب موضوع السناب دوت ازاي اتحكم فيه؟ لو نزلنا تحت هنا هلاقي سناب مود، هدوس عليها هقول له مثلا ان انا عايز افعل النيرست، عايز افعل الميد بوينت، عايز افعل اي حاجه انا عايز افعلها اقدر افعلها من هنا. تمام كده بيجي في نص المثلث بالظبط الا ما لا نهايه، بقى تبدا تختار بقى ايه النص. طيب ممكن نقول له مثلا عايز ارسم بليس لاين. طب ايه الفرق؟ الفرق لما بتيجي ترسم سمارت لاين بتلاقي في اختيار ان انت ممكن ترسم قوس بالشكل دوت، وممكن تغير القوس دوت للاين لو انت حابب. تمام تقدر تعمل فيرتكس تخليها مثلا راوندد، بدل ما في كان الاول في حده شويه، لا بقى ارسم لك زي قوس صغير بالشكل دوت اهوت. وبعد كده ممكن نقول له مثلا عايزين نرسم سيركل. تمام طبعا اي حاجه احنا عايزين نرسمها بنختار اللير اللي هنرسم عليها، يعني ممكن تحط دي مثلا في الروف. طيب خلينا نحطها في حاجه يكون اللير بتاعها مختلف اهوت، فتلاقي هو خد انهي اللون، خد اللون دوت. تمام فانت ممكن نقول له ايه باي ليفل، يعني زي ما هي موجوده على اللير دي تاخدها زي ما هي. تمام فياخد نفس اللون اللي موجود هناك. لما تيجي ترسم بيقولك انت عايز ترسم من السنتر ولا من الايدج ولا من الديامتر، فتبدأ ترسم زي ما انت عايز. طيب الاريا اللي جوه عايزها سوليد ولا هول؟ طيب عايز الفيل تايب يبقى شفاف ولا لا ولا بالشكل دوت. وده الفيل كلر احنا مختارينه باي ليفل عشان يكون الشغل مظبوط. طيب ريكتانجل ممكن تقول له انا عايز اعمل بليس بلوك اهو بالشكل دوت، طبعا هو بياخد اخر اعدادات فنقول له نان. السناب شغال معايا بالشكل دوت زي ما انا عايز. لو دوست رايت كليك هتلاقي بقى القايمة اللي انت عايز، كوبي موف سكيل روتيت ميرور زي الاوامر بتاعة الاوتوكاد. عندي كيرف هتقدر ترسم كيرفات بشكل جميل جدا وامكانيات حلوة. بترسم نقطة وهو بيبدأ يرسم الكيرفات بين النقط ديت بالشكل دوت. طب لو عايز اعمل سيلكت اعمل سيلكت اهوت. تمام والنقط لسه موجوده، تقدر تغير شكل الكيرف زي ما انت عايز. طيب ممكن اقول له ان انا عايز اضيف بوينت. البوينت دي ممكن تساعدني وانا برسم ان هو بيعمل سناب على النقط ديت. طبعا لما تيجي تقفل الشكل هيبدا يجيب لك ان انت اختيارات بتاعت قفل الشكل.